اكبر الان وصل اهم هاين قد هو وصل مع الحين ها شوفوها انا عجم بيتها حي عجم بيتها من قبل فات ها شوفوا على سايل قرب راح انا داري قال لا تعرض يا سمير طلعوا من عندكم اطلعوا لا تناطروا يا ايش رايكم؟ شوفوا على سايل هربوا لا تناطروا من عندكم هربوا هرب هربوا وين هربوا 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 من عندكم يا سمير الجدار الجدار هربوا مش لاقي منكم عايم ايش رايكم كيف السعر؟ خشب هذا من هذا خشب من الجسر حق الجسر الجسر اللي اشتغلوه بدا سايد بس ما حق العودي الحمد لله على النعمة سايل اليوم سايل حق لي الأول من نوعه ما قال نزلش بالخريف هكذا الحمد والشكر لله رب العالمين هلا من عندكم الجدار 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 عادوا هذا في بداية عادوا الآن بيزيد ايش رايكم اصدقائي كيف السير الحذر الحذر كل واحد يحذر ذي المناطق دي القرى دي على السيل السيل كبير كبير والله لو حصل حتى سيارة النوعي بالزهن ما شاء الله الحمد لله على النعمة كم ارتفاع منسوبة الان هنا عاد وين ما جاء شوفوا ازيد ازيد انا قال يطلع من هناك جاء ثاني جدو مسلم مسلم مسلم
ما شاء الله وسعي، ما قال نزل شيء كذا بالخريف. يا حق لي. كيف شمه شمه قوي؟ السلام. هذا الازيد الحين معك ايش كله؟ هذا ملي الجراجير كلها. انا نصور من هناك قرب 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 عند المدر. انا عاد اشوفه من هنا. ليش هاي كرسي اللي هنا؟ ويغطي الكل. ها؟ قالوا لا ما نجزع الجهه الاولى. ما نجزع اول الجهه. ساي ايش رايكم سيد الكبير؟ ما شاء الله وسهل غطى الجرجرة هناك. هاي صدقتوني ان السير كبير. سهل يا مان سهل. عادوا دحين اغطي الجراجر هذه.